والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. كل عام وانتم بخير. عيد القديس فرانسيس هو عيد لنا جميعا، ولأبونا رشيد ولكل الرهبات شكرا لدعوتكم، ولكن مار فرانسيس لنا كلنا. أكيد المار فرانسيس اللي فعلاً كلنا لما بنقرأ حياته، لما بنستلهم من حياته، لما نتأمل في هذا الإنسان الرائع اللي أظهر هذه القداسة من مئات السنين، لا يزال هذا القديس يلهم الكثير من الناس. نبدأ هذا الاحتفال بطلب المغفرة من الله على جميع خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة لأني خطأت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. ذلك أطلب إلى القديسة مريم الدامة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا، ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. آمين. كل ملك السماوي هللويا.
اللهم يا من بفضل نعمتك كان القديس فرانسيس العزيز صورة حية للمسيح الفقير المتواضع، سر بنا كل يوم على خطى فنتبع المسيح ونحيا معه في حب وابتهاج. هو الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من سفر يشوع بن سيراخ. هو الذي رمم البيت في حياته ووطد الهيكل في أيامه. في أيامه حفر خزان المياه حوض كالبحر امتدادا، اهتم بوقاية شعبه من الهلاك فحصن المدينة لئلا تحاصر، ما أمجده محاطا بشعبه عند خروجه من وراء الحجاب مثل كوكب الصبح بين الغمام، أو البدر أيام تمامه، أو الشمس المشرقة على هيكل العلي، أو القوس المتلألئة بين غيوم البهاء. كلام الرب. المزمور. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. اللهم احفظني لأني بك معتصم. قلت للرب إنك أنت سيدي، الرب حظي وحصة ميراثي، أنت الضامن لنصيبي. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالين. أمجد الرب الذي هداني، وراحت كليتاي حتى في الليل تنذرانني. جعلت الرب دوما نصب عيني، لن أتزعزع لأنه من عن يميني. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. ستبين لي سبل الحياة، وفي حضرتك الفرح العميم، وعن يمينك النعيم المقيم. سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي. القراءة الثانية. إن جسدي موسوم بسمات يسوع. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية. أيها الإخوة، أما أنا فمعاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، وبه أصبح العالم مصلوباً عندي، وأصبحت أنا مصلوباً عند العالم. فما الختان بشيء، ولا القلف بشيء، بل الشيء هو الخلق الجديد. والسلام والرحمة على الذين يتبعون هذه الطريقة وعلى إسرائيل الله. فلا ينغصن أحد عيشي بعد اليوم. إن جسدي موسوم بسمات يسوع. فعلى روحكم أيها الإخوة نعمة ربنا يسوع المسيح. آمين. كلام الرب. الشكر لله. Hallelujah, 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 hallelujah.
الفقير المتواضع يدخل السماء غنيا ويكرم بالأناشيد السماوية. هاليلويا 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 هاليلويا. الرب ما شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي الباشي. المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما حاسونا لديك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الإبن إلا الأب، ولا من أحد يعرف الأب إلا الإب، ومن شاء الإبن أن يكشفه له. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون، وأنا أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي، فإني وديع متواضع القلب. لأن نيري لطيف وحملي خفيف. كلام الرب. التسبيح لك أيها أبناء الكهنة، أخوات الراهبات، أيها الإخوة والأخوات، احتفالنا اليوم بعيد القديس فرانسيس هو احتفال بعيد قديس مميز، مع أن هذا القديس ولد في القرن الثاني عشر، ولكن لا يزال إلى اليوم لا يزال يلهمنا في اتباع المسيح، يلهمنا بمثاله وبحياته. للقديس فرانسيس جاذبية خاصة، عاش حياة فقر، وكانت حياته كلها تتلخص في اتباع تعاليم ربنا يسوع المسيح والسير على خطاه بحسب أقواله لأتباعه. هنالك الكثير مما يمكن أن نقوله عن القديس فرانسيس، ولكن تركيزنا اليوم هو حول ما هو الأمر الذي يجمع كل جوانب حياة القديس فرانسيس، إيش الأمر الأهم في حياته. بعتقد، وهذا اجتهاد خاص فيه، أنه طهارة القلب، نقاوة القلب عند القديس فرانسيس هو ما يميز هذا القديس وما يفسر لنا
ويشرح لنا الجوانب المختلفة من حياة هذا القديس. سعى القديس ليس أن يعيش مع المسيح، بل أن يعيش المسيح فيه، أن يكون المسيح فيه دائما، المسيح النور الذي يعكسه في حياته، يعكس هذا النور في حياته وفي تصرفاته. نقاوة القلب عند القديس فرانسيس هي مثل البلور الصافي، الزجاج الصافي الذي لا يمنع عبور النور، نور الشمس فيه. أراد أن يعبر نور المسيح من خلال حياته، وأن لا يكون هنالك أي عائق يعيق حضور المسيح في حياته. إذا كان التعلق بالفقر كان لإزالة أي عائق يمكن أن يعيق حضور المسيح في حياته، تعلق بالمال، تعلق بالأمور الدنيوية، من البداية تخلى عنها جميعا، مع أنه كان ذا مال كثير وكان ابن لتاجر له أموال كثيرة، رأى أن المال يمكن أن يعيق حياته فتخلى عن المال وعاش حياة فقر نعرفها جميعا، خصوصا اللي بيعرفوا حياة القديس فرانسيس اللي عاش واعتمد على إحسان الناس، كان يستعطي من الناس، هو ابن التاجر الغني. صفاء النفس يظهر في تعامله مع الآخرين، في حنانه، في تعامله مع إخوته، خاصة إخوته وأتباعه الجماعة الأولى، كان يظهر حنانه بشكل خاص على الإخوة المرضى ويقف معهم، مع أنه كان قاسي على ذاته، كان يحرم ذاته في كثير من الأمور، ولكن عندما يصل الأمور إلى الإخوة كان هو الأكثر رأفة وشفقة بهم. كان ينظر إلى الآخرين وإلى الأحداث بشكل عام، إلى الآخرين نظرة المسيح لهم. في مجتمع معروف في الطبقات اللي موجودة، الأغنياء والنبلاء وإلى آخره، كانت نظرته لكل إنسان على أنه إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، وقد فداه السيد المسيح. لا يهم إذا كان هذا الإنسان غني أو فقير، إذا كان سليم معافى أو كان مريض، حتى مرض البرص وهو المرض المعدي كيف كان يتعامل معهم، وهنالك قصص في حياته كيف أنه كان يأكل معهم ويتعامل معهم، لأنه كان يرى فيهم صورة المسيح. فضائله المتعددة هي تعكس هذه الطهارة وهذه النقاوة، حتى في علاقته مع الطبيعة، ولا يسميها الطبيعة، يسميها المخلوقات. إذا كان الله قد خلق هذه الطبيعة فهو يتعامل معها بهذا القرب، ويرى فيها مخلوقات من الله تسبح الله الخالق. وهنالك صلوات القديس فرانسيس عن الطبيعة وكيف ليس البشر فقط يسبحون الله، ولكن الطبيعة تسبحه أيضا. لك التسابيح والمجد والإكرام، من كلماته، كن مسبحا يا سيدي مع كل خلائقك، خاصة مع أختنا الشمس التي هي النهار وهي مشتعلة، كن مسبحا لأخينا القمر، كن مسبحا لأختنا الريح والهواء والسحب، وهذه الصلاة الجميلة جدا الذي يسبح فيها الله من خلال الطبيعة. قلنا نظرته إلى الأشخاص، نظرته إلى الأحداث، نظرته إلى الأشياء كانت تعكس نظرة المسيح، لأنه كان بصفاء قلبه وبتواضعه وبوداعته يعكس صورة المسيح دائما، حتى في موضوع الألم وموضوع الموت كان ينظر إليها بطريقة مميزة. أيضا في صلاته يقول كن مسبحا يا سيدي للذين من أجل حبك يغفرون ويحتملون المرض والشدة، طوبى للذين يتحملونها بسلام لأنها منك أيها العلي سيكللون،
كن مسبحا يا سيدي لأخينا موتنا الجسدي الذي لا يقدر إنسان حي أن يفلت منه. الطوبى للذين في إرادتك القدوس عند الموت يوجدون، لأن الموت الثاني لن يلحق بهم شرا. سبحوا ربي وباركوه واشكروه واعبدوه بمنتهى الاتضاع. هذه هي نظرة القديس فرانسيس، وهذا ما يميز القديس فرانسيس بهذه الحياة الروحية العميقة. ولكن لا نستطيع أن نفهم حقيقة حياة القديس فرانسيس وحياته دون أن نتذكر صلاته وعلاقته مع الله. كان يقضي الوقت في الصلاة، كان يقضي الوقت في السجود لله، في التسبيح، في التأمل في كلام الإنجيل وفي كلام السيد المسيح. كان يجد غذاءه وقوته في صلاته. عندما نقرأ في إنجيل اليوم عن الحكماء والأذكياء والصغار، نفهم على ضوء حياة القديس فرانسيس ما يعنيه السيد المسيح، أن الله كشف هذه الأمور كلها للصغار وللأطفال. تتلمذ لي فأني وديع متواضع القلب. هذه الصفات التي حاول القديس فرانسيس أن يتشبه بها ليكون قريبا من المسيح، ليكون صورة أخرى للمسيح. وليس غريبا أن يسمى القديس فرانسيس الأكثر شبها بالمسيح. نصلي اليوم، نصلي أولا من أجل رهبانية الفرنسيسكان، الرهبان والراهبات. نصلي من أجل جميع مؤسساتهم، نصلي من أجل جميع من يستلهمون هذه الحياة الفرنسيسكانية في الحياة الرهبانية أو في الرهبانية الثالثة المخصصة للعلمانيين، ولجميع أصدقاء وأكيد لمدرسة تيراسانتا ولجميع الأصدقاء. نطلب نعمة القديس فرانسيس أن يرافقنا دائما وأن يعلمنا كيف نكون متواضعي القلوب، أطهار القلوب، لكي نسمح لنور المسيح أن يشع في حياتنا. آمين. هلأ في رح نعمل رتبة تجديد الندورات المؤقتة للأخ دياب رشرش اللي فيها بوعد الكنيسة برهبنة الإخوة الأصاغر لمدة سنة، بيختبر فيها كيف يعيش الراهب ويكون على مثال مار فرانسيس بحياته بالفقر وعدم التملك أي التجرد والعفة. لتسبيح وتمجيد الثالوث الأقدس، أنا الأخ دياب رشرش بدافع وحي إلهي لإتباع الإنجيل وخطوات ربنا يسوع المسيح عن قرب، ها أنا بتعهد وثيق وإرادة ثابتة أمام إخوة الحاضرين وبين يدي الأخ رشيد مستريح، أنذر الله الآب القدوس والكلي القدرة أن أعيش ولمدة عام واحد في الطاعة والتجرد والعفة، مع الوعد الصادق بأن أحافظ بأمانة على حياة وقانون الإخوة الأصاغر التي ثبتها البابا هونوريوس حسب الرسوم العامة للرهبنة الإخوة الأصاغر. وهنا أفوض أمري بكل قلبي إلى هذه العائلة الفرنسيسكانية ثقة مني بفعل الروح القدس ومثال مريم العذراء البريئة من العيب وبشفاعة أبينا القديس فرانسيس وجميع القديسين وعونكم الأخوي، كي يستطيع بلوغ كمال المحبة في خدمة الله والكنيسة والبشر إخوتي. ليتمم الرب العمل الذي بدأه فيك أيها الأخ الحبيب دياب. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، سار الله
وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب، وأيضاً سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الأب والابن، الذي هو مع الأب والابن، يزد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أيها الإخوة الأحباء، إن الله أبانا بقوة الروح القدس يقيم في كل زمان أنبياءه وقدسيه. الآن كلنا امتنان على أنه أعطانا في شخص القديس فرانسيس الأسيزي مثالا فريدا للاقتداء بالمسيح في فرح وفقر إنجيلي، لنتحد إذن في الصلاة من أجل الكنيسة والعالم أجمع. يا إله الرحمة، يا من جعلت من القديس فرانسيس صورة حية لابنك المصلوب، قدس كنيستك واعمل على أن تكون دائما أكثر فرحا في إعلانها لإنجيلك. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا إله السلام، يا من أرادت عنايتك أن توحد في المسيح كل الأشياء، نطلب منك أن تقيم بيننا اليوم رجالاً ونساءً ذوي قلوب حرة قادرة على أن تنتصر على شهوة السلطة والمال. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا إله الوداعة، يا من وهبتنا في شخص القديس فرانسيس الأسيزي مثالاً لحياة التواضع والفقر في اتباع المسيح، أعطي لمسيحي عالم عالمنا هذا أن يتذوق روح التطويبات الإنجيلية. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا إله القداسة، يا من وضعت في قلب القديس فرانسيس حب كل ما هو جميل وخير، هبنا نظرة تتسم بالنقاء والبساطة كي نستطيع تأمل عجائب مخلوقاتك. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا إله الفرح، يا من كللت بالمجد فقير أسيزي، أشعل قلوب أبنائك بغيرة مقدسة كي ما يفصلهم شيء عنك، أنت نبع السلام والخير. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. تقبل أيها السيد طلباتنا، وأعمل على أن تكون حياتنا كلها شهادة حب لك وترنيمة تسبيح بالمسيح ربنا. آمين. إليك تقادمنا يا رب في عيد القديس فرانسيس الأسيزي، علامة على محبتنا وطلباً لشفاعته من أجل مدرستنا التي تحتفل هذا العام بيوبيلها المسيح وكنيستنا وبلادنا. الكتاب المقدس: اذهبوا وأعلنوا البشارة. بدت هذه الوصية الإلهية لفرانسيس في صورة تتجاوز العزلة التي جاء إليها يبحث عن الله وسط طمأنينة الحقول وتغاريد العصافير من أجل التأمل والصلاة، فأصبحت بالنسبة له طريقة حياة أرسلته على أن يطوف بالأرض معلناً ومبشراً بكلمة المعلم من غير توان أو فتور. اقبله يا رب وبارك. الثوب الرهباني: لقد اختار فقير أسيزي العيش بحسب إنجيل ابن الله والاقتداء بفقر السيد المسيح كي يغتني به. لقد صمم على أن يعيش أصغر الكل متضامناً مع أفقر الناس. اتسمت حياته بالسلام، بالوداعة، بالمودة، لينتصر على العنف. بارك يا رب الرهبان الفرنسيسكان في العالم وخاصة في أرضنا المقدسة كي يواظبوا على عيش الخير والسلام والسير في طريق القداسة. اقبله يا رب وبارك. الأدوات المدرسية: الكتاب السنوي: نقدم لك يا رب على عتبة هذه السنة الدراسية الجديدة كل جهدنا وعملنا، تحدياتنا وإنجازاتنا. أضرم يا رب عملنا بروحك القدوس ليكون عملنا وفقاً لمشيئتك ولخير طلابنا ولمنفعتنا حتى تباركها. نقدم لك قلوبنا كي تكون أرضاً غنية تثمر فينا إيماناً ورجاءً ومحبةً، ثمراً يدل على أنك يا رب أنت الساكن فيها
فنكون في الغد القريب عمالاً صالحين لوطننا وبناتاً مخلصين لحضارة المستقبل ولخير العالم أجمع. اقبله يا رب وبارك. اليوبيل الماسيل لكليتنا الحبيبة تيرا سانتا. يا مدرسة الخير والسلام، يا سفينة العلم والأمان، فيك تحلو الكلمات. يا ابنة القدس لك سلام، وفي خطاك وإلى المستقبل تحلو الأيام. بمناسبة اليوبيل الماسيل لتأسيس كليتنا تيرا سانتا ومرور 75 عاماً، إنك كشجرة الزيتون ذات جذور متأصلة لسنين عديدة، تكبرين تزهرين وبعون الله ستبقى فيك بذور العلم ووهج الأيام رمزاً لكل جديد في إنسان الحياة والعمل. فليبارك الله ويمد يد العون لنا فيك السنين القادمة. اقبله يا رب وبارك. باقة الورود، مع هذه الأزهار نقدم لك يا رب شكرنا كل أفكارنا ونوايانا وجهودنا التي نبذلها خلال 75 عاماً، ولا سيما كل من خدم بهذه الكلية، وخاصة قدس الآب رشيد مستريح مدير كليتنا الحبيبة، وكافة الرهبان الفرنسيسكان والمعلمين والطلاب والعاملين وكل من وطئت قدمه داخل كليتنا الحبيبة. نقدم لك يا رب جميع إنجازاتنا ومرافقنا وأقسامها، ولتكن شفاعة أمنا العذراء مريم عوناً لنا على حمل الشدائد لتتضرع لنا عند ابنها الحبيب. يقبلها يا رب وبارك. Thank you.
أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة ليقبل الرب إليك نرفع هذه القرابين يا ربنا ونحن نسألك أن تؤهلنا لإقامة سر الصليب المقدس الذي شغف به القديس فرانسيس بكل قلبه بالمسيح ربنا آمين. الرب معكم لنرفع قلوبنا إلى العلى لنشكر الرب إلهنا إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي إنك بأسمى سبل الفقر والتواضع رقيت بعبدك القديس فرانسيس إلى قمم الكمال الإنجيلي وإذ جعلته يضطرم اضطرابا صرفيا فإنه راح يطفح فرحا لا يفي به وصف بجميع أعمال يديك وبالخليقة كلها وعندما وسمته بسمات الآلام المقدسة فإنك عرضته لنا بذلك صورة حية ليسوع المسيح ربنا وأن جوقات الملائكة به لعظمتك يسبحون وهم في دار الخلود بين يديك في فرح ماثلون فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح معهم جميعا في فرح وسرور قائلين قدوس 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 أنت إنك لقدوس أيها الآب وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقرب لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسب وناول تلاميذه قائلا خذوا فاكلوا من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري هذا سر الإيمان كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر الموت إلى أبد
لذلك أيها الأب فيما نحيي لنا ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني نقدم لك يا شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد، ومع القديس فرنسيس شفيعنا وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا واسقفنا جمال وجميع الأساقفة وسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامه، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليم الإلهي نجسر ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك وامنح السلام في أيامنا، اغضضنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن
يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي يمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. بالمحبة لنتبادل سلام المسيح. حامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. لم لستم مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. للمناولة رح يكون في الخوارنة واقفين بالنص، الكل بيجوا من النص وبيرجعوا على المحلات من الأطراف. جسد المسيح دم الحياة الأبدية. ناول الشماس.
جيب اللاهوت فوق الصليب، وهنا الناس أيضا توارى، غير أني مؤمن ومقر بهما كاللص أرجو اغتفارا. لا أرى جرحا كتوم العنيد، ولكني مؤمن دون ريب. زد يقيني فيك، زد رجائي، وليذب بالحب قلبي لربي. أنت ذكرى موتي ربي وخبز، أنت حي للأنام الحياة. دع فؤادي فيك يحيى دواما، بك يحظى غبطة ويقات. ابقى ربي دائما طهر نفسي، بالدم المسكوب فوق الصليب. منها تكفي قطرة فهي تشفي كل ذنب من جميع الشعوب. اترك كل شيء واتبعني، وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني، وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء، طات كل شيء، واحمل الصليب تعال، تجد الراحة والهدوء، لن يخيب ظنك تعال. اترك كل شيء واتبعني، وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني، وأنا أكون لك نصيبا. حيثما أقمت أقيم أنا، لن يغيب وجهي تعال. إني اخترتك لي عونا، العلا يدعوك تعال.
شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. أيها الأحباء، في ختام هذا الاحتفال البهيج والمقدس في سر الإفخارستية، اسمحوا لي أن أتوجه بعميق الشكر والامتنان لسيدنا جمال على ترأسه هذا الاحتفال في عيد القديس فرنسيس مؤسس الرهبنة وشفيعها، وصلاته من أجلنا أيضاً. إن شاء الله كلماتك سيدنا بتكون إلنا منارة أيضاً من أجل الالتقاء الدائم مع الرب يسوع، وأنه القديس فرنسيس يلهمنا دائماً للسير في التشبه والاقتداء في السيد المسيح. أخوتي الكهني الأجلاء، كل الشكر على مشاركتكم وصلواتكم أيضاً معنا ولأجلنا وللأباء الأجلاء أيضاً. واليوم في معنا من دولة بولندا، من عند مزار السيد العذراء في مدينة تشيستاكوفا، أبونا نارتشيزو وأبونا صموئيل والرهبان أيضاً الآخرين. غراتسي أبونا نارتشيزو دي أفير بارتيشيفاتو كون نوي. خياتنا الرهبات، الأباء أيضاً، الأخوي الرهبان، أولياء الأمور، الطلاب، الأصدقاء، بشكركم من كل قلبي على هالمشاركة الطيبة. أنا متأكد أنه كلياتكم صليتوا من أجلنا. هالسنة نحن بنحتفل الكلية في 75 عام لنشأتها ولرسالتها في مجال التربية والتعليم. أول فكرة من لما بلشنا هالقداس الإلهي كانوا في بالي كل الرهبان والمعلمين والمعلمات اللي عملوا طيلة في خلال فترة 75 سنة، الراحة الأبدية لكل الذين تركونا وانتقلوا إلى الأمجاد السماوية، وأيضاً العمر والصحة وروح الحكمة والمحبة لكل الموجودين أيضاً على قيد الحياة واللي عم بتشاركونا رسالتنا. من قلبي بحكي لكم الرب يبارككم، دوام النعم والبركات عليكم جميعاً، المعلمين والمعلمات والإداريين الغاليين كتير على قلبي، دوام النعم في بيوتكم وعائلاتكم، ودائماً تكونوا منارة للكلية، مربين مثل دائماً بعرفكم صالحين بتتحلوا في روح المحبة والخدمة. شكراً كتير لكم. أود أن أشكر لجنة النشاط اللي حضرت لهذا القداس الإلهي، واسمحوا لي أخص بالشكر طلاب الكورال، المعلمين أستاذ زيد، ربيع، الجميع، جريس، والأطفال. شكراً كتير لكم، أنتوا رائعين، أصواتكم اليوم هي كانت مثل أصوات الملائكة، أنتوا ملائكة في قلبكم ومحبتكم ليسوع. تعرفوا أنتوا الرب يسوع شقد بيحب الأطفال. الله يبارككم يا ابني، شكراً كتير لكم. كل عام وأنتوا بخير جميعاً، أدعوكم للبقاء في أماكنكم لحين خروج موكب سيادة المطران والكهني المشاركين، وبعد ذلك الجميع مدعو لتبادل التهاني في ساحة الكلية. كل عام وأنتوا بألف خير، وتيرا سانتا ومدارسنا المسيحية منارة في العلم والتربية والأخلاق في بلدنا الغالي الأردن، وكل سنة وأنتوا سالمين. لكل عائلة تيرا سانتا أبونا رشيد والجميع تهنينا بهذه المناسبة السعيدة في اليوبيل، مع صلواتنا وتمنياتنا لمزيد من التقدم والنجاح. لنصلي. أعطنا يا رب حق المقدسات التي تناولناها أن نقتدي بمثال القديس فرانسيس الأسيزي في المحبة والغير الرسولية، فنجني ثمار حبك لنا ونبذلها لخلاص الناس أجمعين، بالمسيح ربنا. آمين.
ننهي ببركة القديس فرانسيس. يبارككم الرب ويحفظكم. آمين. ليضئ الرب بوجهه عليكم ويرحمكم. آمين. ليرفع الرب وجهه نحوكم ويمنحكم السلام. آمين. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. لا يكفيني ما أعيش عليه الآن، كل ما أملك لا يفيد الآن، أبحث عن ما هو صالح للعبد. ربي وسيدي لكي أحقق مشيئة أبي. I'm too bad.